مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقه من بيروت اليوم، احاور فيها مباشره بالباريس صاحب مبادره الجمهوريه الثالثه الاستاذ عمر حرفوش. كيفك استاذ عمر؟ تمام، انا تمام. اول شيء بدنا نعيدك ونقول اضحى مبارك لكل المشاهدين. انا ما عيدت باعتبار وضعي ما بيسمح لي اني اخذ وقت عيد، وكل الوقت عم اجرب دافع عن نفسي بالمحافل الدوليه. نعم، بدنا نشرح شو وضعك، بدنا نشرح ليه اذا جيت على لبنان في مذكره توقيف بحقك، يعني رح تتوقف على المطار. ليش صادره هالمذكره التوقيف؟ مين اصدرها؟ شو السبب؟ شارحها اكيد، بس في مشاهدين ما بيعرفوا. اوكي، يلي طلب اصدار مذكره توقيف هو شخصيا نجيب ميقاتي اللي هو رئيس الحكومه المؤقته او رئيس المستقبل. وصدقت عليا نهائيا القاضي صدار. هن في اتفاق الظاهر بين نجيب ميقاتي وكامران دانستار القاضي والمدعي العام شعراني بالطرابلس، كانوا عم يبعثوا المذكره مثل بين بون، يعني عم يلعبوا في البين بون، هي بتبعته حتى يصدر له، هي بعد حتى تاكد، هو بعد حتى تاكد له. ولكن يلي ليش انا عم اقول اني متاكد انه في اتفاق؟ لانه صارت شغله من اسبوع ونص او اسبوع، طلبت القاضيه قبل ما تعمل البلاغ الظني، نعم القرار الظني، طلبت انه القرار الظني، طلبت تسمع راي المدعي العام يلي هو لازم يروح عند الشعراني طلبها. نعم، واستصفر عند مدعي عام اخر مش شعراني، ما بعرف اسمه للاسف. هيدا المدعي العام يلي منه شعراني عمل مطالعه وقال له للقاضي ورد له للقاضي سمران دانستار انه الموضوع ما بيستاهل القاء قبض، القصه كلها قد حزم ولازم عمر حرفوش ينعطى مجال يدافع عن نفسه، واذا طلع الحق عليه هيدي فيها غرامه. نعم. وطلب من استرداد الملف لحتى يحوله للقاضي المنفرد. نعم. نحن عرفنا فيها وارتحنا، قلنا خلصت القصه. بأقل من خمس ساعات بعد ما بعث لها المطالعة عملت القرار الظني وحولتني جناية، يعني حولتني محل ما بيحولوا المجرمين يلي قاتلين قتلة يلي عاملين مجازر. ليه عملت هيك القاضي سمران دانستار؟ علما انه قاضي سمران دانستار منا قريبة سياسيا من رئيس ميقاتي، هي بالعكس محسوبة سياسيا على التيار الوطني الحر. يعني في حلين، يا اما ما عادت مع التيار الوطني الحر والتحقت مع نجيب ميقاتي لانه الرئيس ميشيل عون ما عاد رئيس، او الحل الثاني الاحتمال الثاني انه يكون هالشيء عمل بالاتفاق مع التيار الوطني الحر. ولكن اللي اكيد انه سمران دانستار اللي عملته غير عادل وغير حقاني. نعم. شو ورد بالقرار الظني اللي اصدرته القاضيه سمران دانستار؟ القرار الظني اول شيء مرتكز على ثلاث شغلات، واحدة هي القدح والذم اني انا قلت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه فاسد. نعم. هيدا قدح والذم. الشغلة الثانية اني انا بحسب نجيب ميقاتي اقتحمت قصر العدل بجبل لبنان واخذت ملفات سرية وحولتها لدولة اجنبية اللي هي موناكو. ويلي بسببها انا عم برتكز على القرار الظني يلي بسببها فتحت موناكو تحقيق بحق او ضد نجيب ميقاتي بقبيض اموال بواسطه عصابه. نعم. والشغله الثالثه هي النعرات، اثاره النعرات الطائفيه. بيتهمني نجيب ميقاتي عبر القاضي سمران دانستار واللي هي صدقت عليها بالقرار الظني اني انا وقت اعترضت على عدم تغيير التوقيت من الشتوي للصيفي، هذا يعتبر اثاره نعرات طائفيه، مع العلم اني انا سني مسلم سني وهو مسلم سني. كيف انا عملت اثاره نعرات اذا انا وياه من نفس الطائفه؟ هذا اذا افترضنا انه اعطاء الراي بهذا الموضوع هو اثاره نعرات. نحن اول ناس، صح 100%، نحن اول ناس اعترضنا على القرار يلي كان قرار فاشل. بعد المدعي العام يلي مش الشعراني. نعم. كتب له مطالعه للقاضي سمران دانستار، قال له ما في شيء عمر حنفوش ما عمل شيء، هيدي الاشياء قد حزم ولازم تروح على المحكمه الجزائيه عند القاضي المنفرد ويتم استدعاء عمر حرفوش ويطلب كسر البلاغ ضدي، ما بده ملاحقه وما بده حبس. ولكن هي مع كل هالشيء
عملت القرار الزني لأنه واضح أنه وعدة أو متفقة بسبب الأسباب ما بعرفه بس أكيد مش قضائي وأكيد مش عادل مع نجيب مقاطي أنه هي لازم تقضي على عمر حرتوش وهي تكون الوسيلة والأداة مع الشعراني للقضاء على عمر حرتوش. وهذا الشيء تم التأكيد منه بالاتحاد الأوروبي بتقرير عمل الاتحاد الأوروبي يلي اتهم مباشرة الرئيس حكومة لبنان نجيب مقاطي بالتعاون مع القضاة يلي ساهموا بإحالة ملفي وطلب إلقاء القبض عليه بمحاولة قتله. هالشيء قال وانكتب وهلا هالشيء صار رسمي صار مسجل بالاتحاد الأوروبي. ولكن أنا أرجع للبنان للوضع اللبناني اليوم. أنا هلا شو وضعي؟ وضعي إني أنا بما أني صار في قرار ظني نحول أمام هيئة جنايات هيئة الجنايات. هيكون في ثلاث قضاة إن شاء الله ما يكون في اتفاق معهم لأنه إذا الثلاث قضاة كمان قرروا إنه أنا لازم أنحكم بثلاث سنين لأنه هذا الطلب إني أنحكم بثلاث سنين حبس ساعتها أنا ما بقدر أكسر قرار القبض والحبس إلا ما سلم نفسي للسلطات اللبنانية وفوت عن حبس. وهالشيء بتمنى إنه ما يصير وأنا بتمنى إنه القضاة اللي هلا حيسلموا الملف والمحامي جوزيف روفايل والمحامي عون بجلال عون بالطابلس عملوا مذكرة التنين رح نقدمها لأنه هلأ عطي ما فينا نقدمها للهيئة يعني هي هتقرر مصيري مع التمني أنه ما يكونوا كمان يشير بالمخطط اللي عمله نجيب مقاطي. بدي ألفت لك نظرك لشغلي هو بأنه بالقرار الزمني اللي عملته القاضي سهران دانستار ذكرتك أنت فيه كمان فزاني حداد وذكر الام تي في وذكر وقائع صارت بعد ما عملت القرار بإلقاء القبض علي. قالت طلع على الام تي في وقال هيك ما العلم هالشيء صار بعد ما انا عرفت انه تم قرار إلقاء القبض علي. وبجميع الاحوال السرعه يلي مضت فيها القرار الظني واللي مضى فيها المده العام كانت بنفس النهار ب 22 شهر يعني بثلاث اربع ايام هو كان لازم المرة 24 ساعة للمسرحية اللي عم يعملوها يخلي 24 ساعة على الأقل مضوها بنفس النهار 22 وحولوها للجنة القضائية اللي هلأ هي بدها تقرر مصيري. نعم كنت قدمت بواسطة محاميك عدة طلبات لإلغاء مذكرة التوقيف حقك ورفض صح؟ شو العزل القانوني اللي انعطى؟ أول شيء طلبنا الترداد إنه خلوا شيلوا إلقاء القبض وعينوا جلسة وخلوا عمر حرتوش يجي يدافع عن نفسه مثل أي مواطن متهم بالقتل والزام. رفضوا واحد. اثنين رجعنا قلنا عدم صلاحية الملف اللي معمول ضدي. أول شيء لأنه معمول بطريقة مش مزبوطة أنا متهم إبلاغي وهني قالوا إنه راحوا على عنوان ب على المعرض وطلع هيدا مكتب الانتخابات تبعيتي. على فكرة مكتب الانتخابات تبعي كنت أنا مستأجره من نجيب مقاطي هو أوتيل اليمين اللي صاحبه نجيب مقاطي يعني أكثر واحد يعرف عنواني الرسمي عنواني الشغل بترابس هو نجيب مقاطي وقالوا أنه ما لقيناه عمر حرتوش غير متواري عن الأنظار. ما العلم أنه من 10 أيام شخص كمان تابع لنجيب مقاطي رفع علي دعوة أنا كل يوم برفع علي دعوة بترابس كمان ذكريني بهديك يمكن يكون ذكرينك انا كل ما بطلع معك على التلفزيون بيجيني شي 10 دعاوي على الاقل ولكن لقوا العنوان اللي هو عنوان والدي اتصل فيني وانا خبرت المحامي راح على المخبر وعملنا الدفاع العادي يعني ما في شيء ابدا يقول متوكل يعني قصدي انا صار عندي الدليل ملموس انه هاي المسرحيه اللي معطى حرتوش هم كذبه مش مضبوطه. والشغل الثاني اللي كمان طلب المحامي لحتى يعني يكون يلاقي حل هو انه البند الثاني من الاتهام اللي عامله هو اخذ معلومات سريه وتحويلها لدوله اجنبيه هيدي من اختصاص المحكمه العسكريه مش المحكمه المدنيه. فطلبنا من سمرندا نصار فعلا عدم اختصاصها وتحولها للمحكمه العسكريه كمان رفضت. والشغل الثالثه يلي هي كثير سهله هو انه بالقضاء اللبناني يمنع أن على أي مواطن لبناني أن يرفع دعوة على نفس الشخص بمكانين مختلفين بنفس المضمون. وهون نجيب مقاطي رفع علي دعوة من 6 أشهر في فرنسا في موضوع أني أنا قايل عنه فيسبوك في برنامجك كمان مرة تانية هون ثاني حدات وبعت الدعوة على فرنسا وأنا استلمتها ببيتي بعنواني بفرنسا
ونجيب القاتل يعرف من عنوانه ورجع رفع دعوة تانية بنفس المضمون اللي هو كمان اتهام لقلب الفساد بلبنان، فلازم يسقطوا القضية الثانية، لأن هلا بفرنسا تم طلب نشوفه بلبنان رفع دعوة على نفس المضمون فلازم تسقط الدعوة بفرنسا، وبلبنان نفس الشيء. والإضافة لهذا الموضوع أنه نحن رجعنا للقضاء الثاني نجيب مئات وقت بده يلاقيني وصل للدعوة يعرف يلاقيني لأنه من 6 شهور رفع دعوة علي بفرنسا وأنا عم دافع عن نفسي. ولكن كل هالأمور رفضت والسنرد نصر قبل ما تعمل القرار الزمني طلبت من المدعي العام اللي هو المفروض يكون شعراني يأكد له أنه فيها تملوا يعني تقضي علي، فوصلت بهالة عند مدعي عام آخر يلي عمل مطالعة وقال له لا عمر حتكون مفهوم هذا الموضوع ما بيستهلك لها شيء، وهذه كليتها بتكون قصة يعني ضريبة أو شيء، لأنه إذا أثبت بالفعل أنه عمر حتكون عامل كت حزام يعني أنا بقدر كمان برهن أنه نجيب مئاتي فاسد يمكن يقتنع معي القاضي وأطلع براءة وأرجع أني أنا أكون بريء من الاتهامات وأنا طبعا أرجع أني أكون بريء من اتهامي بإثارة الفتنة وأنا أكيد بريء من اقتحامي لمجلس العدل بجبل لبنان ولا بعرف وين عنوانه مجلس العدل قصر العدل بجبل لبنان، فثلاث اتهامات باطلة. بس كيف كنت عم تجيب الملفات القضائية لكن؟ نحن عم يعني كيف قصدك عم نجيب ملفات؟ هن اتهموك انك فتت على قصر العدل واخذت ملفات العلاقة باشخاص منهم نجيب مئاتي. ما في دليل، ما نحن بدنا ما انا حتى اوكي بس الملف بس هل بس المعلومات اللي كنت تثيرها بالاعلام من وين كنت تحصل عليها؟ انا عندي مصادر مختلفه ولكن انا لازم اداني الاتهام لازم رد عليه مثل ما هو أكيد. اول شيء اللي عم يتهمني لازم هو يجيب الدليل، انا متهم يعني مكتوب على الورقه اني انا اخذت معلومات سريه من قصر العدل بجبل لبنان، فهو لازم يجيب الدليل اني انا اخذتها من قصر العدل بجبل لبنان. اثنين، هو بيقول اني انا حولت المعلومات اللي اخذتها بطريقه غير شرعيه معلومات سريه بحسب رايه من قصر العدل بجبل لبنان اعطيتها للقضاء بموناكو، لازم كمان هو يبرهن اني انا عنده الدليل القاطع اني انا اعطيتها للقضاء بموناكو. هيدا كله حكي اللي عم بيقوله، يعني ما في لازم يجيب الدليل، وانا هيك فيني اقول بالقضاء طيب وين الدليل اني انا اقتحمت القصر العدل؟ وغير هيك بالقرار الزمني سمرندا نصار يعني حياتك كل شيء واحد يخطر له، مثلا قايله انه عمر حرفوش تسبب ب انه انا نزعت العلاقه بين نجيب مئاتي ودوله فرنسا، انه انا شكيته للفرنسيين، هيك مكتوب اني انا شكيت مئاتي للفرنسيين، يعني انه وين اذا طيب اذا انا شكيته وهو وشكيته بإشياء مش مزبوطة ليش تزعل منه الفرنسيين؟ ومعناته عم يعترف انه زعلانين منه الفرنسيين لانه هو كل وقت عم بيقول لا انا علاقتي تمام مع الفرنسيين. اصلا اذا بتقرا القرار الزمني، وانا قريت القرار الزمني على موقع انترنت اسمه اجسول، ما حدا سمع فيه، هذا كنت اسالك عنه ليه تسرب القرار الزمني ومين سربه؟ هيدا اكيد سمرندا نصار يلي سربته اكيد منين، لانه مصور بالتليفون انا ما عندي، انا سمعت عنه، اتصلوا فيني قالوا لي طلع القرار الظني، اتصلت بالمحامي قلت له طلع قرار الظني، قال لي لا اي لو طلع كنا عرفنا، قلت لهم ابعثوا لي منين جبتوه، ابعثوا لي اللينك موقع اسمه الجسور مني سمع فيه ابدا بحياتي، وسالت الصحفيين يلي عم يتصلوا فيني تعرفوا رده فعلي، قلت لهم طيب انه سامعين فيه؟ لا منا سامعين فيه، واضح تماما انه هيدا كان مفتعل ومقصود، واللي اكثر شيء انا خليني اتاكد انه يكون مقصود فيه مقطع، اذا هلا برجع بتطلعوه بالانترنت وبتلاقوه بالمقطع مكتوب انه هن هيدا اللي عم يعملوه فيني هو انتقام للي صار مع رياض سلامي، ومكتوب انه مثل ما فرنسا طلبت برياض سلامي من الانتربول لبنان بفضل الدعوه اللي رفعها نجيب عمر حرفوش راح يطالب فيه عبر الانتربول، بما انه عمر حرفوش لبناني فقط فرنسا مجبوره تسلمه عبر الانتربول للبناني، عم بيحكوا لنا الخطه اللي هن هلا ماشيين فيها، هيدا اكيد ما بيقدروا يعرفوها موقع الجسور او جسر الا ما يكونوا متفقين وكلياتهم مخططين وماشيين بالخطه مع بعض الجسور. نعم مش وارده تيجي على لبنان وتدافع عن نفسك بلبنان؟ اصلا ما عندي امكانيه ادافع عن نفسي، لانه اذا جيت على لبنان بدهم دغري ياخذوني يحبسوني يحطوني
حطوني بسجن الأبي لحتى ما يكون في يصير في محكمة. أنا ما عندي محكمة، ما عندي تاريخ محكمة. أنا هذا كل شيء عم بطلبه، عم بقوله، عم بقول وقفوا طلب إلقاء القبض والبلاغ بالمطار وخلوني أجي دافع عن نفسي. بيجي أنا ومحامين وبيجي معه عندي المحامين بلبنان وبدافع عن نفسي. بالعكس أنا هيدا بالنسبة لي منبر مهم، لأنه حنقدر نحكي هل هو فاسد أو غير فاسد، حنقدر نحكي هل أنا سرقت معلومات سرية وعطيتها لدولة أجنبية أو لا، حقدر دافع عن نفسي. هل أنا كنت مسبب بفتنة اللي ما حدا سمع فيها بين سني رجل سني ورجل سني آخر بسبب التوقيت الشتوي والصيفي؟ أنا بالعكس أنا بالنسبة لي كتير مهم أني أنا أقدر أحكي فيهم بقصر العدل، أقدر دافع عن نفسي، يكون المواطنين عم يسمعوا، يكون الإعلام عم يسمعوا وعم يعمل يعني يقدر يوصل للرأي العام، ولكن هني حرميني من إمكانية الدفاع عن نفسي. هي الخطة أني أنا يتم إلقاء القبض علي ويحطوني بسجن الأبة لحديث ما يجي وقت ويعينوا محكمة. هي يمكن تكون بعد 10 سنين. عشان هيك انت بتقلي ليش ما بتجي وبتدافع عن نفسك؟ انا اذا بدي اجي يعني انا عم زدت حالي بالنار، يعني انا عم اقول تعالوا اقتلوني. هيدا هو الخطة تبعتهم، هي قتلي. نعم نعم. نتيجة كل هيدا الشيء اللي عم تحكي عنه عدم قدرتك على المجيء الى لبنان. مين بده يتخلص من عمر حرفوش؟ وليه بدهم يخلوك ما بقى تجي على لبنان ويرتاحوا منك؟ اولا نجيب ميقاتي، لانه هو اعلن عن نفسه انه هو بده يتخلص مني برفع الدعوه وطلب القاء القبض علي، يعني ما في اثنين يحكوا فيها. فانا بقدر اقول لك قانونا وشرعا نجيب ميقاتي. هلا بعدين انت بتقدر تقول لي وغيره، بقول لك ايه غيره، لانه صاروا انا تقريبا المتهم الرئيسي بمحاربه الفساد بلبنان. شوف هالاتهام. وغير هيك بنفس الاسبوع، هلا انا عم نحكي على اللي صار معي. نعم. اذا بتلاحظ انه بنفس الاسبوع كمان نجيب مئاتي شخصيا رفع دعوة ضد المحامي وديع عقل، بغض النظر وديع عقل من اي حزب او اذا هو عم يشتغل لوحده. انا عم يشتغل لوحدي بس وديع عقل هو منتمي لتيار الوطن الحر، ولكن بنفس الطريقه رفع دعوة ضده ودعوة ضدي بنفس الاسبوع. ولكن وديع عقل محامي وعنده حزب طويل عريض وراه، ما حدا راح يقرب عليه وبيقدر يدافع عن نفسه. هو كمان محامي ولازم نقابه المحامين ان هي تقبل انه يقدروا يشيلوا عنه الحصانة. وبنفس الأسبوع طلبوا طرد القاضي غدعون من السلك القضائي. يعني في نية واضحة بمحاربتنا نحن الثلاثة، أنا بأوروبا ووديع عقل بلبنان والقاضي غدعون بقصر العدل وبالعدالة بلبنان. يعني هي الخطة، لأنه هن صاروا محشورين. يعني نجيب مئاتي بيفترض أنه بما أنه هلأ خلص القضاء خلص من موضوع رياض سلامي وشركائه، اجى دور نجيب مئاتي والبنت كرجي. فطبعا اللي انا بفترض انه الاتفاق مع لا نجيب مئاتي هو اتفاق، يعني هو قرار وجودي. قال لك اذا عمر حرفوش للحر عم بيروح ويجي وعم يعمل مقابلات تلفزيونيه وعم ياخذ وثائق وعم يوصلها للغرب، لانه بالقرار الظني كاتب القاضي سمران بنصار انه عمر حرفوش عم بيوصل معلومات عن الفساد لا القضاء الاوروبي. بدل ما تشكرني سمران نصار وتقول برافو عليه، ما تقولي لا لازم نحاكمه لازم نحبسه لانه عم يفشي عن الفاسدين بلبنان خارج لبنان. طبعا خارج لبنان، لانه القضاء اللبناني صاير غير قضاء وغير عادل، وللاسف في كثير قضاة مثل سمران نصار يعملون ضد اللي عم بحارب الفساد ويحمون الفاسدين. نعم، بس هذا الشيء انت عم تزعجهم خارج لبنان اكثر من داخل لبنان يعني. وحتى هذا الشيء يمكن بمكان ما انعكس ايجابا عليك، يعني كان في مؤتمر قلت امبارح بالاتحاد الاوروبي بعنوان اي مستقبل للبنان، صار المؤتمر مش عن لبنان، صار ثلاث ارباعه عن عمر حرفوش. هيدي الغلطه يلي هن عملوها، هن كان الخطه تبعتهم انه يتم القاء القبض علي بطريقه سريه. انا كنت رايح على بيروت، عندي خبر اني رايح على بيروت، عامل حجز بصالون شرف بالمطار و24 ساعه اصدروا المذكره. هذا اتصل بي نجيب مئاتي قال له عمر حرفوش جاي، طلب من سمران نصار المدعي العام الشعراني ودغري حولوه عملوا علي اخبار. لو ما اتصلوا فيني وقالوا لي ما تجي، وانا ما صدقت كمان حتى اللي اتصل فيني وقال لي رحت حريت عند الامن العام وطلع بالفعل في بلاغ، الشخص اللي اتصل فيني اعطاني رقم البلاغ لانه ما صدقته. قلت له مستحيل يكون في بلاغ هيك بدون قضيه بدون قرار قضائي. قلت له ما معقول لبنان دوله عادله فيها ديمقراطيه. هن كان فكرهم انه انا انلقط بدون ما اعرف ليش، بدون اي لبناني يعرف ليش، وروح فيها حبس وخلص ما حدا يسمع عنه.
يسمع عني. ففشلت هيدي المحاولة، وهذا اللي خلاني أني أنا أتصرف بحرية أكثر، وهذا اللي خلى أوروبا يصير عندها الدليل القاطع أنه السلطة السياسية تتحكم بالقضاء اللبناني. إذا قبل كان الموضوع بس حكي، هلأ الموضوع صار جدي لأنه صار عندهم مثل واقعي هو اللي صار مع عمر حرفوش. امبارح كان في مؤتمر مثل ما عم بتقول، بس من أسبوع ونص نقاش البرلمان على لبنان، وقف نائب أوروبي وقال لبنان عم ينحل عم ينتهي، شو صار معهم ما عرفوش، أو اللي عم بحارب الفساد عم بيلاحقوا القضاء لبنان بحارب الفساد، عم يعطوا قضيتي كمثل ودينان غير عادل ومعطي عدالة فيه. نعم نحن رح نشوف فيديو من هذا المؤتمر بالاتحاد الأوروبي، رح نرجع من بعد ونعلي عليه. My name is Lukas Mandl. I have been a member of the European Parliament since 2017. I'm serving in the Foreign Affairs Committee, Security and Defense Committee, Home Affairs Committee and Labour Market. I'm more than happy to welcome you here in the European Parliament's premises on this important debate on Lebanon, the future of Lebanon and the contribution of the European Union to this very future. Mr. Harfouch, good to see you again. Thank you. I'm happy that you're reaching out so much to the EU institutions and especially to the European Parliament, and have been doing it for quite some time already, because it's crucial for the region, of course, for the people in Lebanon itself, for the Middle East, but also for Europe and the whole world, that you will find a good path towards human rights and towards a proper, decent living and good living standards for the people in Lebanon. D'abord, je voudrais saluer le courage exceptionnel de Madame la Procureure Gada Aoun. C'est parce qu'il y a des justes comme elle, des résistants comme elle, qu'une société vivante comme la société libanaise peut avoir une chance de se redresser et d'affirmer sa résilience. Je suis rentré de Beyrouth vendredi soir, où j'étais invité à la conférence, une conférence à l'université Saint-Joseph, puisque c'est mon cabinet qui était l'initiative de la procédure française dès avril 2021. Casser, briser les reins de cette mafia d'État, les rendre redevables de leurs crimes financiers de masse, et casser la culture d'impunité qui existe au Liban, est évidemment une des conditions essentielles pour un assainissement d'un pays qui est lourdement paupérisé du fait de l'enrichissement d'une caste, d'un clan, d'un certain nombre de responsables privés, politiques et publics, qui mettent en scène leur désaccord politique le matin et qui le soir se partagent le festin. Les filiales libanaises des banques libanaises ont accueilli depuis la crise de 2019 des milliards qui sont logés dans les comptes des filiales, ici à Bruxelles, à Paris, au Luxembourg. Nous suspectons ces filiales libanaises d'être coupables d'un blanchiment, d'une complicité de blanchiment en bande organisée. Ce sujet devra être mis sur la table judiciairement. Nous y travaillons en cabinet. We have to freeze the bank account of the people who are targeting and who are under investigation. We have to block the financing. We have to track the money in the Lebanese bank all over Europe. Now we have to act. So we have to prove that we love Lebanon and we have to act. Thank you. Il faut faire des sanctions contre ceux qui utilisent cette loi et d'autres lois pour empêcher les gens qui luttent contre la corruption de mener leur lutte jusqu'au bout, et aussi pour faire des sanctions contre ceux qui ont volé l'argent des Libanais et l'ont planqué dans des banques européennes. Il n'y a que les sanctions qui vont pouvoir arrêter ça. On reproche à M. Harfouch d'avoir informé la presse libanaise de l'existence d'une enquête menée à Monaco et qui vise le Premier ministre Najib Mikati pour blanchiment d'argent, et aussi d'avoir transmis à la justice monégasque des documents tangibles, des documents concrets qui permettaient non seulement de prouver les détournements opérés par M. Mikati. Ces éléments ont amené la France, l'Allemagne, le Luxembourg, l'inculpation en France d'un banquier libanais proche du Premier ministre Mikati. L'inculpation actuelle de M. Harfouch n'est donc qu'une nouvelle tentative, parce qu'il n'y en avait eu d'autres avant, il l'a rappelé, de le faire taire, voire même de l'éliminer physiquement. Si M. Harfouch, par malheur, venait à être arrêté et détenu dans une prison libanaise,
personne ne pourrait garantir sa sécurité physique. Je vous rappelle que les faits reprochés à M. Farfouche se sont déroulés dans cette enceinte, celle du Parlement européen, celle du cœur battant de la démocratie européenne. Ces poursuites sont donc une attaque directe contre le Parlement, ni plus ni moins. Je me permettrai d'appeler le Parlement européen à exiger la levée immédiate du mandat d'arrêt contre Omar Farfouche et l'arrêt immédiat de toutes les poursuites à son égard. Je vous remercie. إذا سمعنا أستاذ عمر مختصر عن كلمات يلي ألقيت بمؤتمر أي مستقبل لبنان، شفنا في قسم كبير من الكلمات ركز عليك، وحتى كان لافت كمان وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد بريس حكيت عن أن سوتيان إكرازان لعمر حرفوش، دعم صاحك. ليش هذا الدعم؟ ليش نعم كل هذا الكلام الذي قيل؟ يعني إذا شفتوا مقاطع من اللي نعم صار بالمؤتمر أول امبارح، منشوف أنه الاتحاد الأوروبي، وطبعا واضح صار أنه أمريكا كمان داعمة لنفس الشيء، صاروا فهمانين أنه بدون قضاء عادل وبدون قضاء ما في دولة، ما في وطن. وهذا الشيء على فكرة كمان تم الحديث فيه، وإذا شفت كمان كانت القاضي غادة عون موجودة، أول مرة بتجي على الاتحاد الأوروبي بتشارك بمؤتمر عن لبنان. وصار في تقرير عملوها أشخاص متعددة، من بيناتهم شخص اللي قال مباشرة أنه يلي قام فيه مئاتي وسمرد نصار اللي قاموا فيه هي محاولة قتل إلغاء جسديا بطريقة غير مباشرة. هالشي قال بقلب الاتحاد الأوروبي، وهالشي صار مسجل بقلب الاتحاد الأوروبي، وهالشي عم ينحكى فيه أنه في كانت محاولة غير بطريقة غير مباشرة لإلغاء جسديا. نعم. وحتى قال بجملة أنه عمر حرفوش حكومة لبنان حطت عليه إكس حتى يقوصوا عليه القناصين. هيدا الشيء اللي قاله. وغير هيك بنفهم من حديث ويليام بوردون يلي هو المحامي يلي بدأ بالملفات يلي مشت فيها العدالة الأوروبية يلي عطت النتائج بالنسبة لرياض سلامة ومحيطه، قال انه هلا المرحله الجايه هي مرحله البنوك اللبنانيه اللي عندها فروع باوروبا يلي هي تعمل كغساله لتبييض الاموال، وهذا بيخلينا نعرف اي اتجاه القضاء تقريبا حيبلش هلا، وين او شو اللي حيصير تقريبا بالمواضيع القضائيه. ولكن انا ملفي الشخصي مهتمين فيه الامريكان كثير لعدد اسباب، ومهتم فيه الاوروبيين لعدد اسباب. اول شيء لانه انا شفاف وما عندي أي شيء، ماني عامل شيء ضد القانون، وماني عامل أخطاء لحتى تلحقني الحكومة اللبنانية ولحقني القضاء اللبناني. لا بل يلي لحقوني فضحوا نفسهم وعرضوا نفسهم للمساءلة، وعرضوا نفسهم كمان أنه يكونوا مشكوك بأمرهم. يعني وقت نجيب مئاتي بيقول لك أنا بدي أحبس عمر حرفوش، وبالحبس متأكد أكيد طبعا نجيب مئاتي 99% أني رح موت لأنه بدي نحطيني مع مجرمين، فأكيد عارف حاله شو عم يعمل، وعارف انه بتخلص من عمر حرفوش. ليش بده يتخلص من عمر حرفوش؟ لانه بينظروا لنجيب مئاتي، وهذا مكتوب بالقرار الظني، انه عمر حرفوش هو الشخص اللي عم يتواصل مع الدول الغربيه وعم يعطيها ملفات الفساد. هذا الشيء اللي قالوا نجيب مئاتي بالدعوى الرافعه ضدي، واللي اكدت عليه سمرندا نصار بالقرار الظني ضدي. ولكن هل الامور كلها تصار موجوده بالاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي بصدد يعمل ريزولوشن، يعني يعمل قرار بأيلول القادم ضد لبنان، ويلي حيكون في طبعا اسمي انا حيكون مذكور في سر بدون اي شك، وراح يكون في عقوبات، والعقوبات راح تكون مش بس ضد الفاسدين، وهي ايضا ضد اللي حامين الفاسدين ان كانوا قضاة ولا مساهلين لعمل رح نحكي عن العقوبات بعد شوي. ولكن كان لافت كمان انه بكلمتك ما قربت على رئيس مئاتي ولا على القاضي سمرندا نصار. أنا ما حبيت أستغل المناسبة دعوتي لحتى أحكي بالبرلمان الأوروبي لحتى أهجم على سمرندا نصار أو أهجم على نجيب مئاتي. وأنا لليوم بتمنى، وحتى إذا أنا بعرفه وبيحضر كل مرة الحلقة وأتكون معك، لأنه الدليل أنه كل ما يرفع دعوة بيكتبوا حتى الفاصلة بيحطوها، يعني هو مستشارينه، بتمنى أنه يسمع ويرجع للصواب ويسحب هذه الدعوة ويوقف كل الأمور. إذا يعني في خلي الدعوة ماشي، ولكن وقف موضوع القاء القبض عليه، لانه هالشيء فضحه، هالشيء عرضه كمان للمساءله، يمكن يعرضه لعقوبات، يمكن يعرضه لاكثر. انا ما عم اقول شيل الدعوه عني لحتى ما تعرض لعقوبات، لا، عم اقول شيل الدعوه عني واعطيني امكانيه دفاع عن نفسي، بما انه انت ما بنفترض يا نجيب مئاتي اني انا اخطات بحقك،
والتجأت للقضاء، خلي القضاء يشتغل بدون ما تضغط عليه، بدون ما تفرض على القضاء أن يلقي القبض علي ويحطني بالسجن عن غير حق. خلي القضاء يستدعيني وأنا بيجي بدافع عن نفسي. يطلع يمكن يطلع معك حق، مثل ما أنا رفعت دعاوي كت حزام على ناس وطلع معي حق، وكل شيء عطاني حقي فيه القضاء هو أنه طلبوا منهم يمحوا المنشور اللي مكتوب على الفيسبوك. أنا سكرت الفيسبوك أصلا من 3 أشهر وبقى عندي فيسبوك، ولا عندي ما بجيب سيرته ولا بأي مكان بالتواصل الاجتماعي، وحتى بالبرلمان الأوروبي ما العلم كان عندي إمكانية أني أنا أحكي عن نجيب ميقاتي وأني أنا أتهمه وأعطي الدليل وأحكي عن سمرنا نصار، وكانت بوجود كان فيني أحكي بوجود القاضي غدعون، ولكن تجنبت هذا الموضوع وحكيت فقط عن كيف نحن فينا نقدر نشتغل ونسعى مع الاتحاد الأوروبي لحتى ننقذ لبنان من المحنة اللي هو مارق فيها، لحتى نحل المشاكل اللي موجودة ومن عديدة من بيناتها الأزمة الاقتصادية والأخلاقية والنازحين السوريين وغيرهم. تجنبت بناء لطلب القاضي غدعون تما تحرجه بناية زميلي؟ لا، لا القاضي غدعون ما طلبت مني أي شيء. لا أنا تجنبت مني لوحدي، ما حدا طلب مني شيء. نعم بالعكس أنا كان فيني استفيد إنه موجودة. نعم. أنا كان فيني استفيد وقول أنا قلت بوجود قاضي العام لجبل لبنان. نحن عندنا بعد كثير مواضيع بدنا نحكيها، وكمان ما نحكي عن موضوع العقوبات على مسؤولين لبنانيين ومن هم هؤلاء المسؤولين، ولكن رح توقف مع استراحة قصيرة مع الإعلان، منتابع بعد بيروت اليوم. نتابع بيروت اليوم مع صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة الأستاذ عمر حرفوش مباشرة من باريس. أستاذ عمر، لافت كمان أنه مؤتمر الاتحاد الأوروبي جاء قبل التصويت على إمكانية إدراج عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد. هل هذه العقوبات جدية؟ نسمع دائما خصوصا بالشق الأوروبي من العقوبات، نسمع دائما عن عقوبات وما عم تشوف شيء. لأنه الاتحاد الأوروبي لحديث اليوم ما بيحق له يعمل عقوبات بدون قرار قضائي. نعم. بس أمريكا فيها تعمل، الخزينة الأمريكية بيعمل عقوبات وقت بدون عقوبات سياسية أو غيرها وقت بيخطر على بالهم بدون أي قرار قضائي. ولكن هالشي اللي عم تجرب تغيره هلأ الاتحاد الأوروبي، وبأيلول عندهم مشروع قانون جديد بيعطيهم الصلاحية أنهم يعملوا عقوبات بخصوص الفساد تحديدا، وقت بيكون في ظن في شك بشخص أو بمؤسسة أو بفريق أو بحزب بيفترضوا أنه فاسد، فبيحق له القضاء الأوروبي يعمل عليه عقوبات مباشرة. نعم. وبدون أي قرار قضائي. هاي الشيء رح يصير بأيلول. وبارالل يعني بالموازية على هالشيء في موضوع لبنان اللي بده يتم التصويت عليه بشهر الجاي، بداية شهر الجاي، لحتى يكون القرار النهائي بأيلول، ورح يكون داخل فيه العقوبات، لأنه أوروبا عندها نية تعمل عقوبات، وخصوصاً أنه مسرح عملية تبييض الأموال اللبنانية على الأراضي الأوروبية، ولكن ناطرة التغيير القانون حتى يقدروا يعملوا عقوبات. نعم. شو أنا اللي بدي أسألك؟ نعم. تفضل. أنا اللي بدي أسألك إيه هو أنت عم قلتوا معك حق أنه أنا عم أشارك بمؤتمرات أوروبية، وتحول مؤتمر عن لبنان صار مؤتمر عن عمر حقوش. أنا مني نائب ولا وزير ولا سفير ولا عندي أي صفة رسمية، ولكن موضوعي الشخصي اللي هو أنا كنت حامل موضوع لبنان والفساد، عم بيحولوه الفاسدين بلبنان لموضوع عمر حرفوش، لحتى أول شيء أنا ما عود عندي وقت حتى إلحق الملفات هي الفساد، وصير أنا أهتم بموضوع الشخصي. ولكن بما أنه الاتحاد الأوروبي عمل من موضوع الشخصي وموضوع الفساد موضوع واحد، صار أنا أهين علي أني أنا أمشي بموضوعي يلي هين أمشي فيه، لأنه أنا ضحية والاتحاد الأوروبي أعلن أني أنا ضحية وعطاني الحماية، وأمريكا كمان عم تعطيني الحماية، فأنا هيك بصير عبر قضيتي أنا. نعم. رح يفوتوا كل ملفات الفساد، ورح الأشخاص يلي عملوا مثلا الحكم إلقاء القبض علي أو قرارات من هيدا النوع يهمني كمان، يصير إن لم يكون عقوبات رح تكون دعوات خاصة. مثلا أنا عم حضر لدعوة ضد سمرنا نصار بأمريكا. سمرنا نصار عنده إقامة أمريكية بأمريكا، لأنه هي عندها إقامة أمريكية، ولأنه بأمريكا بقدر أعمل الضرر النفسي والشخصي
والمالي اللي هي سببت لي بإلقاء بقرار إلقاء القبض علي بدون ما يكون معها حق بأمريكا بقدر يصير بأسرع وقت ممكن هذا القرار. وأنا التقيت مع البروسيكيوتور جنرال البروسيكيوتور فدرال جنرال البروسيكيوتور وعم يأكد لي أنه أنا فيني أرفع عليها دعوة بأمريكا لأن عندي دورات تدريب بأمريكا ولأن غلطت بحقي وأنا عم ماشي بهذا الموضوع وإن شاء الله بأيلول وبأكتوبر حمشي فيه. وكمان حرفع دعوة على دولة لبنان وعلى نجيب ميقات لأنه هو مضى الدعوة ضدي كرئيس حكومي وما عمل دعوة ضدي بفرنسا وبلبنان كنجيب ميقاتي كمواطن مضى كرئيس حكومة لبنان يعني هو ورط حكومة لبنان معه وعطاني إمكانية أني أنا أرفع دعوة على حكومة لبنان يلي اللي هي عم بتلحقني بطريقة غير شرعية عم تستخدم رئيس حكومة لبنان عم يستخدم السلطة اللي عطيت إياها الشعب والدولة اللبنانية لأمور شخصية وعم بحرك القضاء مثل ما بده. نعم نعم. هو شو هو القرار اللي رح يتصوت عليه بعد حوالي الأسبوع بما يخص لبنان؟ بالإجمال عن مواضيع متعددة من بيناتها الفساد. نعم. وموضوع العقوبات رح يشمل سياسيين رح يشمل رجال أعمال مين رح يشمل؟ في هيك معلومات عن هالموضوع؟ المعلومات اللي عندي هي أنا قضائية. القضاء يلي صار مع رياض سالم إذا بتذكر من سنة كمان كنت أطلع عندك بالبرنامج وكان العالم ما تاخد جدية اللي عم قوله كنت أقول إنه بيطلع قرار وبيصير في انتربول وبده يصير في هذه الأمور. يعني أنا اللي بقدر أقول لك إيه إنه على الأقل في شخصيتين على أعلى مستوى بلبنان سين وعندهم حلفائهم ويعني وأقرب الناس لهم بدأت التحقيقات فيهم عم يرصدوا أملاكهم وعند على القارة الأوروبية رح تصير تماما مثل ما صار مع رياض سلامي. أنا بؤمن أكثر بهيدا يعني الخط القضائي أكثر من العقوبات. لأ يمكن تجي عقوبات فقط على سمرندا نصار وعلى الشعراني لأنهم مضوا القرار اللي هن الأوروبا صارت تعتبر إنه هيدا كان إلغاء جسدي يعني محاولة قتل بطريقة غير مباشرة ويتركوا الشخص يلي هو طلب منهم يعني يحولوني لحتى يلكم قبض عليه لأنه رئيس حكومة ولأنه عنده حصانة واتسترا ولكن مش هو واحد رئيس حكومة للأبد. فهيدا الأمور أنا بعتقد يعني رح تاخد وقت ولكن أنا ما بقدر أتسرع وأقول لك رح يصير عقوبات عن هالشخص وعن هالشخص لأنه هيدي الأمور أكثر الأوقات بتصدم. يعني من نشوف في أمريكا عملوا عقوبات عن أشخاص ما سمعين فيهم مثلا أو بيعملوا على ناس سياسية لأمور سياسية. أنا اللي عم جرب أعمله هو أن نحمل قضيتي والملفات اللي معي لكل المحافل الدولية وخصوصا الأوروبية وأنا عم أبرم من دولة لدولة. عندي صرت عامل كذا دولة عندي بست شهر مؤتمر بالبرلمان الألماني أخذ ملفات كليته وملف شخصي ولازم لأنه أنا جيش الدول الأوروبية لحتى يصوتوا يعني لازم الحكومات الأوروبية تعطي الطلب للنواب يلي بيمثلوها بالاتحاد الأوروبي حتى يصوتوا بالأكثرية بأيلول لعقوبات ضد الفاسدين بلبنان. وأنا مبارح طلبت مباشرة الاتحاد الأوروبي إذا بدكم تساعدوا لبنان لازم تعملوا عقوبات لأنه غير العقوبات ما في شيء بيمشي بلبنان. نعم. اللي عم بتقوله إنه ما رح يرتاحوا منك مكمل. أكيد مش رح يرتاحوا مني. وقت كان في دعاية والدتي سمعت اني عم اقول لنجيب ميقاتي شيل الدعوة عني وخليني ارجع على لبنان. ماما كتبت لي دغري مشتقت لك ويلا نطلتك اول مره نشوفك لهلقت الماما طولي بالك هيدا ما يعني راح يشيل عني راح يشيل الدعوة. انا عم جرب دائما احاول بكل الامكانيات الحل السلمي لانه انا بفترض انه هيدا افضل الحلول ولكن انا بعتقد انه نجيب ميقاتي عنده كره عميق صار لي عنده حقد وبيفترض انه لازم ما حيرتاح لما يشوفني ميت وقال حتى لشخص وصل لي اياها قال له انا مستعد احط كل ثروتي حتى اشوف ان عمر حرفوش انتهى. انا بعرف انه هو بخيل واكيد ما حيصرف كل ثروته ضد عمر حرفوش ولا راح ينجح بقتلي لانه انا باقي وحيصير لي من 3 اشهر طلع قرار القاء القبض علي وبعدني حر طليب. نعم. كمان تنروح لك على موضوع اخر أثرت موضوع اللاجئين السوريين ليش وبهالتوقيت؟ نعم لأنه الأوروبا بسبب ما عم بقدر أفهمه بسبب غير منطقي تطلب وتفرض على لبنان إبقاء اللاجئين السوريين بلبنان. ما بيبرروا هالشيء المسؤولين الأوروبيين شو سبب إصرارهم على بقاء اللاجئين؟ بس بكون قاعد معهم أنا عم بحكي يعني بدون جلسات مفتوحة
بيقولوا لي نحن هيدا وسيلة ضغط على النظام السوري. نحن إذا رجعنا للسوريين يعني نعترف أنه صار في أمان وسلام بسوريا، يعني النظام السوري ربح. هم بدهم إياهم يدلوا بلبنان حتى يعملوا ضغط سياسي، بس هم عم يعملوا ضغط على الحكومة السياسية. اللبناني عم بيعاني، اللبناني ما عم بيلاقي شغل، الاقتصاد ما عم بيقدر يحمل اللبناني النازحين السوريين، والدول الغربية والمؤسسات الغير حكومية عم تعطي السوري، وأنا ماني ضد مني عنصري أبدا، ولكن عم بحكي الواقع، عم يعطوا مساعدات أكثر ما بيقبض القاضي اللبناني معاش بالشهر. يعني فلازم كمان الأمور تكون منطقية. ونحن عنا إذا بدنا نقارن رقم النازحين السوريين اللي بلبنان، فإن عم نقول 130 مليون نازح سوري موجود بأوروبا. هل بأوروبا قادرة أنها تتحمل هالعدد الهائل من النازحين؟ أكيد لا. وهذا الشيء اللي أنا عم بطلبه من الاتحاد الأوروبي، أنه لازم يتركونا نحن وسوريا نقدر نتفق حتى يرجعوا النازحين. نعم، عكلا خلينا نشوف يعني مقتطف من مداخلتك، نرجع منعلق كمان عليه. Le titre de notre conférence aujourd'hui, notre rencontre, c'est l'avenir du Liban. Et là, je m'adresse à l'Union européenne et au Parlement européen. Pourquoi vous insistez à garder les réfugiés syriens au Liban? Pourquoi vous voulez 1,5 million de Syriens réfugiés qui ne veulent que retourner chez eux? Pourquoi vous les obligez à rester au Liban? Pourquoi vous obligez les talibanais à les garder? Imaginez-vous qu'il y a aujourd'hui en Europe 133 millions d'émigrés qui arrivent d'un jour à l'autre et qui veulent vivre en Europe. Est-ce que vous pouvez les recevoir? Non. Au Liban, il y a 1,5 million de réfugiés syriens pour 4 millions de Libanais. La population libanaise, elle est 4 millions. Donc, s'il vous plaît, l'Europe, arrêtez de vouloir imposer cette loi et laissez libérer les réfugiés syriens et laissez-les rentrer chez eux en paix, parce que la Syrie, elle les attend, et le Liban veut que ces réfugiés rentrent chez eux. Merci beaucoup. طرحت أسئلة مهمة جدا بمداخلتك. شو كانت الأجوبة على هالأسئلة؟ حدا جاوبك؟ طبعا بالفيديو اللي انعرض ما في كل الجلسة، لأنه كان في أندري بيتروشيف اللي هو نائب مقرب كثير من حزب القوات اللبناني بلبنان، صديق سمير جعجع وبيجي دائما على لبنان، قال هالموضوع سامع فيه وبيعرف فيه ولازم يتم أخذ قرار، وعمر حتفوش معه حق. هن بس شو لازم لهم بأوروبا؟ أنا بعرف كيف السيستم الأوروبي، لازم لهم أنه الرسالة توصل بعقر دارهم، مش بقلب لبنان نحكي أو نحكي بالصحافة اللبنانية، لازم عندهم بقلب الاتحاد الأوروبي بطريقة ديمقراطية وبطريقة سلسة نقدر نساعدهم حتى يساعدونا. وهذا الشيء اللي أنا عم أعمله، هذا الشيء اللي أنا عم حاول أني أنجح فيه، وخصوصا أني أنا صرت مسموع. يعني أنا من شهر واستقبلني النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي رسميا مع البروتوكول، وحطوا على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي استقبلنا عمر حرفوش، فمعناتها أنا صوتي مسموع. وطبعا أنا بدي استفيد من هالأمر لحتى أخدم لبنان ومصلحة لبنان، وأقدر أحكي معهم بالملفات اللي هي ملحة ومستعجلة بالنسبة لنا. وإذا أنا بقول لهم طب نحن والسوريين بدنا متفقين، نحن وياهم السوريين جاهزين ياخدوهم، نحن بدنا إياهم يرجعوا، ليش أنتم عم تجوا تتدخلوا؟ ما عم بتخلونا نحل هذه المشكلة. مثل ما كمان نفس الوقت بقول لهم بالاتحاد الأوروبي أنه فرنسا ماكرون داعم انتخاب يصير عنا بلبنان رئيس جمهورية، كان دعمه هلأ ما عاد دعمه. سلمان فرنجي اللي هو مرشح الثنائي الشيعي قالوا له مستحيل، الأوروبيين قالوا له مستحيل، وقت رجعت التقيت يوم مرة تانية قالوا لي استخبرنا وأكدوا لنا إيه صح، الرئاسة الفرنسية دعم لمرشح الثنائي الشيعي الفرنجي. قلت لهم طيب شو رأيكم؟ قالوا لي ما عم نقدر نفهم هاللغز. هلأ طبعا هذا الموضوع تغير بعد ما عملنا هذا اللي بيصلك عنه، يعني بطلت فرنسا داعم سليمان فرنجي؟ لا خلص، ما عادت فرنسا داعم سليمان فرنجي. انا بقرب مني كل وقت بيحولوا انه فرنسا بعد داعمه وعزموه على الغداء، عزموه على الغداء لانه مستحيين منه، انه ما فين يقولوا له ما عادنا داعمينك هيك، انه لازم يعطوه يعملوا له من قيمته. ولكن مجرد تعيين جان إيف لودريان رسول، يعني هو الامباسادور تبع فرنسا بخصوص لبنان، بعد ما صار لنا سنه عنا الخليه اللبنانيه تعمل ليلا نهارا مع السفراء اللي معروفين هن ايمانويل البون رئيس المخابرات بنار امي وغيره، بيجي ماكرون بيقول خلص انتم كلكم بقى لكم علاقه، صار جان إيف لودريان هو المسؤول. جان إيف لودريان معروف موقفه من الجمهوريه السوريه، معروف موقفه من الدوله الايرانيه، ومعروف موقفه من الوضع بلبنان. فهذا دليل واضح انه فرنسا التبكت
وبقى أتعرف كيف بدها تحل الموضوع، وخصوصا انه اكتشفوا هذا الشيء انا اللي وصلت لهم اياه، واول شيء كمان ما كانوا صادين انه ما في مشروع نواف سلام. مشروع نواف سلام هو مشروع الثنائي الشيعي حتى يمرقوا عبره اسلامين فرنجيه، واكتشفوا انه انا اللي كنت عم اقول لهم اياه مظبوط، وعرفوا انه بس في مشروع اسلامين فرنجيه ويرجع معه نجيب ميقاتي رئيس حكومه. هذا الموضوع انتهينا منه وقت اللي اجى البطرك الماروني. طبعا التاكيد اجى للفرنسيين بزياره جبران باسيل على الاليزي، يلي اكد انه هو راح يصوت لجهاد ازور. الحقيقه هيدا اللي غير كل الامور بالاليزي، وقالوا معناتها المسيحيين، غالبيه المسيحيين بلبنان لا يريدون اسلامين فرنجيه، ففرنسا ما فيها تجبر المسيحيين برئيس هن ما بدهم اياه. فهيدا اللي غيره. طبعا وقت وصل غبطوا على الاليزي والتقى مع رئيس فرنسا وقال له الاجماع بلبنان هو لجهاد للمسيحيين، طبعا لجهاد أسعود، اخذ قرار بعد رئيس فرنسا بتعيين جايف لدريون مرسل خاص منه ومن فرنسا لحل هذه المشكله. وبعتقد تقريبا فرنسا شوي شوي عم بتشيل ايدها من الموضوع، لانه شايفه انه اللبنانيين ما حيقدروا يتفقوا بعضهم، لانه في اصرار للثنائي الشيعي على السلمه الفرنجيه. نعم. وفرنسا ما عادت ماشيه فيه. نعم، بس كمان لافت انه الرئيس ماكرون دائما حريص على العلاقة مع حزب الله، وحريص على إبلاغ أي مسؤول لبناني إنه روحوا حكوا مع حزب الله، وهذا اللي قاله للبطرك الراعي، وحكي الرئيس بري وحكي هيدا طبعاً حزب الله. يعني إذا بتذكر من زمان كانوا يقولوا بدك تحكي مع الرئيس روح شوف قرايبه، إذا بتذكرها هيدي. هلا هون بدك تحكي مع ماكرون بيقول لك روح شوف حزب الله وروح شوف النبي بري، وللأسف هيك عمل البطرك. وبعد مرسل من عنده دغري، يعني نفذ الأوامر اللي عطاها إياها ماكرون، كان لازم يقول له دغري نحن مستنين، نحن عنا قرارنا وأخذنا القرار. ولكن شو تفسير هالموقف الفرنسي؟ شو هو السبب؟ السبب هو إنه ماكرون أخذ وعد من حزب الله ومن نجيب ومن نبيه بري إنه ما حدا بيقرب على المشاريع الفرنسية بلبنان، وراح يعطي المرفأ إعادة المرفأ للشركة الفرنسية بدون هذا المسابقة مناقصة بدون مناقصة، راح يعطون خصخصة البوصلة يعني البريد، وخصخصة كذا مشروع بلبنان، والمطار رقم 8 يلي فشل وبدنا نرجع يعملوه. حزب الله عاتي كلمته لفرنسا انه اذا بتجيبوا لنا تقبلوا وتمشوا لنا سلمه فرنجيه ما حدا بيقرب عليكم، وفرنسا عندها خوف قوي انه يفوتوا بمشاريع بلبنان ويخربطوا لهم اياها الثنائي الشيعي. فهذا الاتفاق هو اتفاق بزنس، ولكن انا كشفته وقلت للسلطات الفرنسيه وللمسؤولين الفرنسيين انه فرنسا منا دوله مستعمره، نحن ما عدنا مستعمره فرنسيه، ما فيكم تتدخلوا بامورنا الداخليه باهداف بزنس لانه يعاقب عليها القانون الفرنسي. فهن شوي بلشوا يخافوا، يعني الضغط اللي صار على ماكرون لحتى يتخلى عن فرنجيه، مش بس انه لانه الاجماع الماروني كان على شخص اخر، ولانه كمان انكشف انه هو عامل تقريبا تحت الطاوله اتفاق. نعم. بدي اخلص الشغله، بدي اخلص الوقت، لانه انا لازم ننتفع على الشغله. وانا كسني بحق لي اولى، الشيعة عندهم مركز هو رئاسة البرلمان، في حدا يجي يخذ من رئاسة البرلمان؟ في حدا بيقرر محلهم؟ لا. السني عندهم رئاسة الحكومة، في حدا يجي يقول لهم مجبورين بهذا الرئيس الحكومة؟ لا، هن السني هن اللي بيقرروا، صح؟ نعم. المارني شو فضلهم؟ المسيحيين والمارني شو فضلهم؟ رئاسة الجمهورية. ليش رئاسة الجمهورية للمارني اللي هو مركز المارني؟ المارني بأكثريته ما بيحقوا يقرروا فيها، وهون في ضغط صاير من السنة ومن الشيعة ضد المسيحيين، بدهم يقشطوهم حتى إمكانية إنه يقدروا يعينوا ويقرروا مين بدهم يكون رئيس جمهورية لبنان من الأطراف المارونية. وأنا غير طائفي، أنا علماني، أنا أدعو لدولة مدنية، وهالشيء كل العالم كل اللبنانيين بيعرفوه، ولكن بما أنه النظام هيك، ليش أنا بدي يكون كثنائي شيعي حط رئيس البرلمان وحط رئيس الحكومة اللي هو نجيب ميقاتي لأنه هو رجل الثنائي الشيعي بالحكومة، وحط الرئيس كمان الجمهورية اللي هو سلمان فرنجي، فصاروا هن حاكمين البلد، هن اليوم هيك حاكمين البلد، اجا فرنجي ولا ما اجا هن حاكمينه. شو فضل البقوة؟ فضل انه بس يعملوا فيزا يركبوا بالطيارة ويسافروا ويهاجروا. فأنا ضد هالشيء، أنا مع بقاء المسيحيين، أعطاهم كل حقوقهم، وأنا ضد أنه يتاخذ من المسيحيين ومن غيرهم أي حق ولو 1%.
نعم. أنا بتشكرك صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة الأستاذ عمر حرفوش، كنت معنا بباريس. كل مرة بآخر حوارنا بقول لك إن شاء الله تكون معنا بالستوديو حوار الجاي، ولكن شكلها من قرار ظني لقرار ظني رح نضل تطلع معنا من باريس. شكرا لك مشاهدينا، لهون بينتهي حوارنا، ملتقي بحلقة جديدة غدا، إلى اللقاء.